محمود، سيد محسن، سيد أحمد، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الخليفة من بعده بالنصب لا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأن الخليفة بعد الإمام علي بن الحسن الزكي، وأن الخليفة من بعده الحسين الشهيد بكربلاء، وأن الخليفة من بعده علي بن الحسين زين العابدين، وأن الخليفة من بعده محمد الباقر، وأن الخليفة من بعده جعفر الصادق، وأن الخليفة من بعده موسى الكاظم، وأن الخليفة من بعده علي بن موسى الرضا، وأن الخليفة من بعده محمد الجواد، وأن الخليفة من بعده علي الهادي، وأن الخليفة من بعده الحسن العسكري، وأن الخليفة من بعده المهدي بن الحسن، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. هؤلاء أمتك وسادتك وقادتك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى. واعلم أن الملكين يسألانك عن ربك وعن دينك وعن نبيك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أمتك.